مساء النور متتبع الاوفياء أنتم ان شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده باذن الله ودائما كون على قلوبكم يكون على حسن الظن ديالكم كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم على تشجيعاتكم وجيت اليوم ندير هذا الفيديو هذا توضيح للقنوات كان غادي نوضح لهم بعض الامور وبعض المغالطات اللي دازوا بالنسبه للقناه اللي كتكون مبدلش فيها الجيميل اللي كتب... كتكون يعني بالجيميل ديالها النهار اللي حليتيها كتعطي بحال هذا الشكل هذا اللي في الصوره الثانيه اللي لتحت بحال هكا ولكن القناه اللي كنكونوا بدلنا فيها الجيمي كطلع لينا بحال الاولى اللي كتشوفوا فيها دابا يعني كتشوفوا واحد لوغو ديال واحد جيمي من الفوق اللي هو دابا كتشوفوا لولي وال والتحت منها عاد القناه هذاك هو يعني لكي باش كتكوني ربطتي بها يعني الجيميل الجديد الثاني اللي كتكوني الا ربطتي القناه يعني الاول كتبغي تبدلي الاول الجيميل الاول وكت كتربط يعني وكديري جيميل جديد وهذاك الجديد كيتربط بحال هكا في القناه اللي كتكوني بدلتي لها الجيميل واللي كتكون القناه يعني ما فيهاش جيميل مبدل كيف ما صوبتيها النهار الاول كتبقى كتعطي بحال هاد الشكل اللي في الصوره الثانيه اللي في القناه الثانيه راه غادي تلقاو الفرق هذيك الاولى اللي مبدل فيها جيميل عندي فيها 822 ابوني اللي هي عندي مبدله فيها الجيميل ديالها وبالنسبه للقناة ديالي اللي ما فيهاش مبدلاش ما فيها الجيم يعني خليتها هكاك هي اللي كتلقاو فيها 1760 وهذه هي الحقيقه يعني انا بغيت نشرح ونفهم لكم بان هذيك القضيه ديال القناه اللي بانت وانها الجيميل معاها مرتبط فهذيك راه تبدل الجيميل ديالها باش نكونوا واضحين يعني انا هذا عندي بحكم تجربه وانا عارفه وانا دابا حطيت لكم الدليل شنو كاين فباش ما يدوزوش مغالطات بان تربطات القناه نهار الاول هكاك القناه ما كتربطش نهار الاول هكاك المهم اه غير بغيت نوضح لكم لان بزاف دي ليا ما عارفينش هاد المساله هذه وبحكم انا عندي تجربه منها وديجا يعني هاد القضيه وقعت في القناه الثانيه مي القناه الاولى اللي اللي وريتكم اللي هي التحتيه اللي فيها 1760 ان هذيك عندها جيميل واحد وما نبدلاش الجيميل ديالها نهائيا كتعطي بهاديك الطريقه ولكن ملي كنكونوا بدلنا الجيمي كنسطروا عليها بستيلو احمر ملي كنكون بدلنا الجيمي كتعطينا بها بحال هاد الطريقه واللي ما تيقنيش ولا ما ما يعني ما تاكدش من كلامي انها 100% يدخل ويبحث على القضيه انك تبدلي الجيميل ديال القناه وغادي تعطيكم بحال هاد الطريقه غادي ديروا جيميل جديد وغادي يدخلوا وغادي يسقط تدخلوا مني تبغيو تدخلوا القناه ديالكم غادي يعطيكم يعني بحال هكا جوج هذاك آه اللي فيه لولي تالينا والاخر اللي فيه بيرلان جوا آه جوج هذا الشيء اللي كاين وهذا هو التوضيح اللي بغيت نخرج نشرح لانه باش نكونوا واضحين وباش تفهموا مزيان هذه هاد القضيه هادي اه كل واحد يعني عند كت كتكون عنده تجربه ديال شي حاجه وكنستافدوا مع بعضياتنا باش ما يدوزوش مغالطات بان لا ديجا من الاول القناه رابطاها وهادي وهادي هادشي راه ما كاينش في الاول كنحلوا قناه عاديه ولكن نهار اللي كنبغيو نبدلو الجيميل كنديرو بحال هاد الطريقه هادي الشيء اللي كان غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه خليتكم في رعايه الله وحفظه مع السلامه